هو المشروع ده حكومة ولا قطاع خاص؟ مش مفروض قطاع خاص اللي ينفذه؟ طب وإيه اللي دخل الحكومة فيه؟ تفتكر حاجة حلوة إن الحكومة تنفذ الشركات في المشاريع اللي بتتنفذ في الدولة؟ وخصوصاً إن ده هيحرك الاقتصاد ويوفر فرص عمل. اعمل حسابك إن ده ممكن يدمر الاقتصاد. تخيل معايا إن في ركود اقتصادي في البلد والحكومة حبت تتدخل عشان تنشط الاقتصاد، بتقرر تعمل مشاريع، وعشان تعمل المشاريع دي بتحتاج فلوس، وعشان تجيب الفلوس يتزود الضرائب يتاخد قروض. ما هو مش معقول يعني تطبع فلوس. لما بتزود الضرائب سواء ضرائب الدخل أو ضرائب الشركات، ده بيقلل الفلوس اللي مع الناس، بالتالي ما بيبقاش معهم فلوس يصرفوها. ما هو 30 ولا 40% من دخلهم طار، فبيبتدوا يقللوا مصاريفهم. يعني بدل ما كانوا بيخرجوا يتفسحوا ويروحوا سينما ويشتروا لبس، هيبتدوا يقللوا خروجاتهم ويحافظوا على لبسهم القديم. يعني السينمات والمطاعم ومحلات اللبس ومصانع الهدوم وكل ده مبيعاته هتقل. يعني الموظفين اللي شغالين فيها هم كمان ممكن يترفضوا، وندخل في دومينو إفكت، حاجة تأدي الحاجة. وبرضو دخل الشركات الخاصة بيقل لأن مبيعاتهم قلت، فتقلل مرتبات الموظفين أو ممكن ترفضهم. فكده ضرائب الشركات هتبتدي تقل لأن توسعات الشركات ومشاريعها قلت عشان معاش فلوس. ولما الناس اترفدت من وظائفها ده معناه برضو إن ضرائب الدخل قلت. أصل الحكومة هتاخد إزاي ضرائب من الناس مرفوضة من وظائفها؟ فالضرائب اللي بتجمعها الحكومة برضو هتقل، سواء ضرائب شركات أو ضرائب دخل من الأفراد. طب المشاريع دي هتكمل إزاي؟ ساعتها الحكومة تفكر فكرة ذكية، تقولك أنا هاخد قروض عشان أقدر أكمل المشاريع. تقوم رايحة للبنوك عشان تاخد قروض. دلوقتي الشركات والحكومة الاتنين عايزين ياخدوا قروض من البنك. فتخيل معايا كده لو انت موظف بنك وجالك اتنين لابسين شيك، كل واحد منهم عايز قرض، واحد من الحكومة وواحد من شركة خاصة، والاتنين قالوا لك عايزين نستلف، هتعمل ايه؟ ساعتها طبعا هتحط رجل على رجل وتتشرط وتقوم مزود الفايدة على القروض بمزاجك. ما هي العملية عرض وطلب، الفوائد ممكن تقعد تزيد وتزيد لمرحلة تخلي الشركات مش قادرة تقترض وإلا هتخسر، زي ما احنا شايفين دلوقتي البنك الفيدرالي الأمريكي عمال يزود سعر الفايدة. كده الشركات هتبطل تقترض، يعني هتبطل تعمل مشاريع وتتوسع، وتاني هتمشي موظفين. للأسف بقى التأثير السلبي اللي بيحصل من وراء رفض الموظفين من الشركات الخاصة اللي في البلد بيبقى أكبر بكتير من التأثير الإيجابي اللي الحكومة بتعمله من وراء المشاريع اللي هي نفذتها. اللي قلناه ده حاجة اسمها crowding out effect، إن الحكومة بتنافس وتطرد القطاع الخاص لحد ما تطلعه بره البيزنس من غير ما تقصد. طبعا في حكومات عشان تتجنب الكارثة دي تعمل كارثة أكبر، تقولك خلاص أنا مش هقترب من البنوك، أنا عندي الحل. طب يا ترى إيه الحل اللي عند الحكومة؟ الحكومة بتطبع فلوس عشان تصرف على المشاريع بتاعتها، وهنا طبعا بتعمل كارثة التضخم. بلد مليانة فلوس ورق ملهاش أي قيمة، والحاجة المومية تاني يوم بتتباع ب200. طب وهل ده معناه إن الحكومة المفروض ما تتدخلش في مشاريع البلد؟ لا طبعا، الحكومة لازم تتدخل عشان دايما تقدر تعمل توازن، بس تدخلها ده يكون إنها تجذب استثمارات مش تنافسها. دور الحكومة هو إنها تصرف على بنية تحتية تخلي الاستثمارات تتشجع أكتر إنها تدخل البلد. يعني مستثمر يجي يلاقي مواني، يلاقي شبكة اتصالات قوية، شبكة طرق، تغطية قوية من الكهرباء وغيره، وده اللي بيتسمى الكراودينج إن إفكت. بس خلي بالك، لو حظك جه في وقت كل العالم بيقلل من استثماراته نتيجة أسباب كتير، زي مثلاً إن في حرب محلية، في لخبطة في أسعار الطاقة والغذاء، وفي نفس الوقت أسعار الفايدة على الاقتراض عالية جداً في كل دول العالم بسبب البنك الفيدرالي الأمريكي، الله يعمر بيته، ساعتها المشاريع اللي الحكومة عملتها ممكن ما تجيبش الاستثمارات المطلوبة بسرعة، هتحتاج وقت أطول لحد ما الوضع العالمي نفسه يستقر والشركات تطمن وتقدر تقترض وتيجي تنفذ مشاريع على أرضك. ولحد ما ده يحصل هتبقى الحكومة مطالبة إنها تسدد التزامات القروض اللي بنت بيها مشاريع البنية التحتية بتاعتها، وفي نفس الوقت تعالج تأثير تدخلها في الاقتصاد للقطاع الخاص، سواء بقى التضخم أو زيادة أسعار المنتجات أو البطالة اللي حصلت بسببها. كل اللي اتكلمنا عنه ده بيفرق في حياتنا الشخصية كل يوم من غير ما نحس. عرفت بقى ليه كل الناس قاعدة تركز مع البنك الفيدرالي الأمريكي؟ لأن هو اللي بيبدأ السلسلة دي من البداية لما بيزود أو بيقلل الفايدة. وهريب بقى ما تنساش تشرب قهوة، بس بأعملها في البيت هتبقى أرخص شوية.